إيران لم تكن غاضبة لتصريحات ماكرون، وإنما تريد أن تذكره بحقائق في الحقيقة. أولا، إيران ترفض أي إضافات شكلية أو محتوائية للاتفاق الذي وقع عام 2015. وثانيا، إيران تنظر إلى الترويكا الأوروبية، ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، هم الآن زائدون ويريدون يضيفون ناس آخرين إضافيين، يعني لا محل لهم من الإعراب في كضامنين. يعني إيران عندما وافقت أن تشرك الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي في مفاوضاتها النووية، كان من المفروض أن يكونوا أحد الضامنين لهذا الاتفاق، بالإضافة إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الذي أجمع العالم كله على تأييد هذا الاتفاق، وليس هذا الاتفاق ليس اتفاق ثنائي. فالدول الغربية وقرار مجلس الأمن الدولي، يعني الدول الأوروبية ومجلس الأمن الدولي، لم يستطيع أن يضمن الاتفاق، ولاحظنا أنهم تراجعوا أمام الضغوطات الأمريكية وترامب، على بالإضافة إلى أنه انسحب من الاتفاق، لكنه فرض عقوبات ظالمة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ولاحظنا أن الدول الأوروبية كانت متفرجة ولم تقم بأي خطوة عملية تساعد على تنفيذ هذا الاتفاق أو ثني الإدارة الأمريكية.